نعمل مع بعض خلية النحل الاقتصادية بدون لبن وبدون بيض وبحشوة اقتصادية جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض خلية النحل الاقتصادية بدون لبن وبدون بيض. المقادير اللي معايا نص كيلو دقيق، قطعة خميرة بيرة بحجم عين الجمل أو معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة ملح، ربع كوباية زيت، مية دافية للعجن. أول حاجة هعملها هدوب قطعة الخميرة ومعلقة السكر في المية الدافية، دي مية دافية أستحملها بصباعي. هضيف معلقة السكر للخميرة وهدوبها كويس واسيب الخميرة لحد ما تتفاعل، هسيبها 5 دقايق لحد ما تعمل وش أبيض. خلاص الخميرة تفاعلت وعملت وش أبيض زي ما انتوا شايفين. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. هجيب البولة أو الطبق، هنزل نص كيلو دقيق. نص كيلو الدقيق عامل 3 كوبايات ونص بمج الشاي العادي، وهنزل معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة ملح. هعجن بالمية الدافية اللي دوبت فيها قطعة الخميرة، وهلم العجينة في الآخر بربع كوباية زيت أو معلقتين كبار زيت. بنزل بالمية حبة حبة. هنزل بربع كوباية الزيت وعجن العجينة كويس لمدة 5 دقايق لحد ما تبقى طرية وناعمة في ايدي. عجنت العجينة كويس لمدة 5 دقايق لحد ما بقت طرية وناعمة ومش بتلزق في ايدي. دلوقتي هغطيها بكيسة واشيلها في مكان دافي لحد ما تخمر لمدة 2 3 ساعات. العجينة بتاعتي بعد 2 ساعة خمرت، دلوقتي هخرج الهواء منها. خلاص خرجت الهواء من العجينة، دلوقتي هقسمها لكور وهحشيها بحشوة اقتصادية، دي جبنة بيضة، ومعايا عشان ادهن الوش مية وسمسم. سمسم هرشه على الوش وهدهن الوش بالمية. هقسمها كور انا، رشه دقيق، بحط الكور على الدقيق. هخلصها وبعدين هوريها لكم. خلاص قسمت الكور اللي معايا كلها زي ما انتوا شايفين. هاخد اول كورة قسمتها هحشيها بالجبنة البيضة، بفتحها كده وبقفل على الحشوة وبكورها تاني. معايا الصينية دهنها بالزيت، هرص فيها الكور دايرين داير. هعمل واحدة كمان. اي جبنة موجودة عندكم لو مش عايزين تحشوها ممكن تسيبوها فاضية وبعد ما تطلع من الفرن هتسقوها بالشربات. بقفلها كده
وبخلي التقفيل كله من تحت. اخلص الكمية اللي معايا كلها بنفس الطريقة، وبعدين هوريها لكم لما ارصها في الصينية. رصيت اول دور من الكور وسبت فراغ ما بين كل كرة والتانية عشان اما يخمروا. هرص الدور التاني في الفراغات اللي ما بين الكور. الكور بتاعت الدور التاني بتبقى اصغر من الدور الاولاني، اهو بحطهم كده. بقفل كويس اهو، شايفين؟ بحط ما بين الفراغات. هخلص الخلية كلها بنفس الطريقة. كده هخلصها وبعدين هوريها لكم. رصيت الخلية زي ما انتم شايفين. دلوقتي هدهن الوش بالمية وبعدين هرش سمسم وهسيبها تخمر لمدة نص ساعة. خلاص دهنت وش الخلية بالمية ورشيت عليها سمسم. دلوقتي هسيبها تخمر لمدة نص ساعة، وبعدين هدخلها الفرن على درجة حرارة 200. هسيبها تخمر، وقبل ما ادخلها الفرن هوريها لكم. بعد مرور نص ساعة الخلية خمرت زي ما انتم شايفين. دلوقتي هدخلها الفرن على درجة حرارة 200. اول ما تستوي ويحمر وشها هطلعها وهوريها لكم. اهو يا حبايب قلبي، خلية النحل بعد ما طلعت من الفرن قعدت في الفرن حوالي 20 دقيقة على الرف اللي في النص على درجة حرارة 200. بعد ما خرجت من الفرن بصوا شكلها جميل ويفتح النفس ازاي. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل خلية النحل الاقتصادية بدون لبن وبدون بيض، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.